السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية مرض القلب في المنام بسوء السريرة والنفاق والشق والشك، فيما رؤية وجع القلب في المنام تدل على سوء سيرة الراعي في أمور الدين، ومن رأى أن قلبه يتقطع من الألم في الحلم فهذا يدل على المرور بحزن شديد، فيما رؤية وضع اليد على القلب في المنام تدل على استعادة القوة بعد الضعف، ومن رأى أنه يضع يده على قلبه عند الشعور بالوخز في الحلم فهذا يدل على التماسك في المحن، فيما رؤية شخص مريض في القلب في المنام تدل على الأعداء والحقودين، ودخول شخص مريض قلب إلى المستشفى في الحلم يدل على تبدل أحوال هذا الشخص وصلاحها، فيما طبيب القلب في المنام يدل على شخص ذو حكمة ومعرفة، والبحث عن دكتور القلب في الحلم يدل على الحاجة للإرشاد والهداية، فيما الشفاء من مرض القلب في المنام دليل على انجلاء هم وانتهاء حزن كان يعيش فيه الراعي، أما الموت بمرض القلب في المنام فدليل على الفساد في الدين والجحود، أما مرض القلب في المنام للرجل فيدل على النقص في الشجاعة والمروءة، وإذا رأى الرجل زيادة خفقان القلب في الحلم فهذا يدل على ترك خصومه، فيما مرض القلب في المنام للعزباء يدل على الكذب والنفاق في حياتها، وإذا رأت الألم في قلبها في الحلم فهذا يدل على مشاكلها العاطفية، فيما مرض القلب في المنام للمتزوجة يدل على الشك والغيرة، وإذا رأت زوجها مريضا في القلب في الحلم فهذا يدل على قسوته وسوء أفعاله، فيما مرض القلب في المنام للحامل يدل على التعب الشديد الناتج عن الحمل، أما مرض القلب في المنام للمطلقة فيدل على المكر والخداع، وإذا رأت أنها تذهب إلى طبيب القلب في الحلم فهذا يدل على طلب المساعدة من الآخرين. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.